وسلم, he said whoever goes to sleep and has no bay'ah, he would die day jahiliya. Who do you make bay'ah to? No, wait. I'm Algerian, to Tabun. To who? Tabun, Algerian president. He's my president. هل يجوز أن نبايع من لا يحكم بما أنزل الله؟ هل يجوز إيش؟ بيع الآن في الحديث من عمر أن يعني من لم يبايع ومات ما تميت جاهلية, فكيف نبايع الآن مثلا في حكام اللي ما يحكم بغير ما أنزل الله؟ إيش تبايع يعني مثلا؟ بيع للإمام يعني أو الحاكم مثلا, كيف نبايع مثلا إذا كان هو يحكم بغير ما أنزل الله؟ من قال لك أنه في بيع جو؟ البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يختاره المسلمون جميعا. وهل يجوز تعدد الحكام؟ لا ما يجوز. أحسن الله إليك.